كل واحد دايخ على موقع عشان يعرف هو تقبل في انهي كلية او في انهي معهد. ان شاء الله باستخدام موقع اليوم اللي هو بيسمى بوابة الحكومة المصرية هنعرف انت تقبلت لو في الشهادة الفنية او في الكلية او في المعهد. طيب هنا عشان الشهادات الفنية بتضغط هنا وبعدها بيوديك للصفحة دي، بيطلب منك رقم الجلوس زي ما شايف. هنا انت طبعا بتختار اللي انت عايزه، المدرسة الفنية اللي هي تبع لانه وزارة مثلا اختار دي، ومن هنا بتحط رقم الجلوس الخاص بك، وهنا الرقم السري اللي هو بيكون طبعا مكتوب جنب رقم الجلوس، ودي بتكتبها هنا بس وكده خلاص، بتتك على الخطوة التالية. طيب بالنسبة اللي طبعا اللي مبتع معاهد او كليات، دليل القبول بالكليات والمعاهد بتفتحها، ومن هنا بتبتدي بقى تشوف انت تبع ايه. طبعا انا مش عارف الصراحة قوي، بس ان شاء الله انت طبعا مثلا هنا جدولة القبول زي ما انت شايفين، هنا بيقول لك اولا المؤهلات التي تقبل ومش عارف ايه وكل حاجة. طبعا الموقع ده يعني مش يعني موثوق، طبعا هو مش بيفتي يعني، بيقول على طول الكلام اللي بيجيله. طيب لو استفدت وشايف نفسك اللي انت استفدت من الفيديو ممكن تضغط لنا لايك، ما شايف نفسك ما استفدتش ممكن تضغط لنا ديسلايك، شايف نفسك ما استفدتش من حاجة في الفيديو. شكرا لكم.